الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. هنا بعض المطلوب منك حتى تكون شخصا إيجابيا. 6. ناقش الفكرة السلبية. هذا موضوع في غاية الأهمية، بل هو أحد أقوى العلاجات الحديثة، وتعتمد هذه التطبيقات على أن الفكرة التي تدور في العقل هي التي تنتج تصرفا وسلوكا سلبيا. يعني أن الشخص الذي يعاني من مشكلة نفسية سببها تفكيره الذي يحمله، وكذا الذي لا يحصل على ما يريد فينزعج فسببه الفكرة السلبية التي في نفسه، سواء أكان ذلك بسبب تفكيره بغير الممكن أو تفكيره القاصر في الوصول إلى ما يرنو إليه. وعند هذا الحد أستأذن المستمع في الاستطراد في مسألة التخلص من الأفكار السلبية، حيث أنه منهج حياة فعال وقوي في التغيير. ما المقصود بالفكرة السلبية أولا؟ نقصد بالفكرة السلبية الفكرة التي تنتج سلوكا غير مرغوب، فالتشاؤم ينشئ قلقا، والقلق سبب الكثير من الأمراض النفسية كالوسوسة والمخاوف وغيرها. واستمرار الأمراض النفسية، ويعتمد الأمر على مدى كثافتها أو مدتها، تأتي الأمراض النفسية الأكثر أثرا كالكآبة والاضطرابات النفسية والصعوبة في النطق إلى غير ذلك. وتأتي أعراض جسمانية تبدأ بالصداع والضيقة والتنميل، وتنتهي بالقلب والروماتيزم والقرحة وغير ذلك. دعني أخبرك عن أهمية الفكرة وأثرها. أصل المشكلة إذن الأفكار السلبية، وللفكرة قوة، فالفكرة قد تكون إيجابية فتنشئ أمة، وقد تكون أقل قدرا فتنشئ جمعية صالحة ونافعة، وتقل فتنشئ أسرة سعيدة، وتقل فتنشئ شخصا غنيا. فالفكرة هي المبدأ، والفكرة قد تكون سلبية فتحط من وضع أمة، وتقل فتنشئ جمعية مضرة على المجتمعات، وتقل فتتعس أسرة، وتقل فيشقى بها إنسان. من هنا استمدت الفكرة قوتها. ولقد حرص الإسلام أيما حرص على الفكرة وسماها النية، وفي الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال الإمام أبو داود وبعض العلماء هذا الحديث ثلث الدين، وذكرت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا تصريحا وتلميحا، وسميت بمسميات مختلفة كالإخلاص وحسن السريرة وحسن الظن والتفكر والمراقبة والتفاؤل والطيرة التشاؤم، وجمع بعض العلماء هذه المسميات تحت اسم الأعمال القلبية. ومنشأ جميع الأعمال القلبية وأعمال الجوارح الفعلية الفكرة، فالفكرة منشأ كل خير وكل شر. إذا علمنا هذا، فإنه يجب علينا أن نعترف أن سبب شقائنا وكآبتنا وقلقنا وغير ذلك أفكارنا، والاعتراف أول طرق العلاج. ومن لا يعترف بذلك فله أن يلوم المسؤول في العمل أو الزوجة أو الضائقة المالية أو الحكومة أو مجلس الأمة أو وضعه الاجتماعي أو والديه أو مجتمعه أو السحر أو الحسد أو أمريكا، إلى آخر القائمة الطويلة من الإسقاطات. يجب أن نعترف أولاً. الأمر الذي يليه هو العلاج. من هنا فإننا سوف نذكر العلاقة بين الفكرة والشعور أو الحالة النفسية. هذا ما سأذكره وهو موجود عندك في كراسة العملية. دعني أذكر هنا أولا المشاعر السلبية وارتباطها بالأفكار. المشاعر، أولا الحزن والكآبة. الأفكار التي وراء تلك المشاعر هي التفكير في الخسارة، رفض عاطفي، موت أحد الأحباء، فقدان الوظيفة، أو الفشل في تحقيق هدف شخصي مهم. مشاعر الشعور بالذنب أو الخجل. الأفكار التي وراء ذلك تشعر بأنك قد آذيت شخصا أو فشلت في العيش في المستوى المعنوي المطلوب، أو تشعر بالذنب من لوم النفس المستمر. بينما الخجل وراءه أفكار الخوف من الناس أن يكتشفوا ما عملت. مشاعر الغضب والانزعاج والاستياء. الأفكار التي وراء ذلك تشعر بأن شخصا يعاملك بظلم أو يحاول أن يتمصلح منك. مشاعر الإحباط، وراءها أفكار الحياة لا تعطيك طموحاتك، أنت تصر على أن تكون الأمور مختلفة،
قد ترغب في كون الأمور مختلفة من قبل نفسك، لم يكن المفروض أن أقع في مثل هذا الخطأ أو من قبل الآخرين، لم يكن من المفروض أن يأتي في هذا الوقت أو من قبل الحوادث، لماذا دائما تؤخرني الإشارة عندما أكون في عجلة؟ مشاعر القلق والتوتر والخوف والذعر، الأفكار التي وراء ذلك، تشعر بأنك في خطر لأن شيئا سوف يحدث. ماذا لو وقعت الطائرة؟ ماذا لو توقفت عن التفكير وأنا أتحدث أمام هؤلاء الناس؟ ماذا لو كان هذا الألم في الصدر هو بداية صدمة قلبية؟ الشعور بالنقص، وراء ذلك الشعور الأفكار التالية: تقارن نفسك بالآخرين وتستنتج أنك لست بمستواهم، لأنك لست ملهما أو جذابا أو وسيما أو ناجحا أو مثقفا، ليس هناك شيء مميز عندي، هي جميلة وألف من يتمناها لكن أنا، وهكذا. مشاعر الوحدة، وراءها أفكار تخبر نفسك بأنك لن تسعد لأنك وحيد ولا تحصل على القدر الكافي من الحب والحنان. مشاعر اليأس، وراءها أفكار تشعر بأن مشاكلك ستستمر إلى الأبد وأن الأمور لن تتحسن، لن تتغلب على هذه الكآبة، لن أحصل على وظيفة مناسبة، سأكون وحيدا إلى الأبد، وهكذا. تلك هي المشاعر وتلك هي الأفكار التي وراءها. إذا تحكمت في الفكرة فقد تحكمت في مشاعرك وأحاسيسك. ناقش الفكرة السلبية وحولها إلى أفكار إيجابية. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.